وافق الكونغرس الأمريكي على تقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بعد ساعات على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا ضم 4 مناطق أوكرانية. من جانبها قالت وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان إن هذه المساعدة الإضافية دليل على ثقة الولايات المتحدة في أوكرانيا، وستدعم العمليات الحكومية الأساسية وتساهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.